फिल्म जो कश्मीर बनने शुरू हुई। القسم والنشوز يعني عند تعدد الزوجة القسم، أما النشوز فعند واحدة الزوجة إلى القسم هو مأخوذ من قسم الشيء، قسم الشيء قسما بمعنى العدل والتسوية بين النساء في حقوقهن، هذا هو القسم، العدل والتسوية بين النساء. ثم العدل والتسوية قسم، هذا بسكون السين، أما بفتح السين قسم هو بمعنى اليمين، الحلف واليمين قسم، قسم بمعنى النصيب من التقسيم. نعم، فإذا هذا قسم. والنشوز، النشوز معناه يعني خروج من الطاعة، هذا هو معنى النشوز، خروج الزوجة أو خروج المرأة عن طاعة زوجها. ثم فصل، يجب قسم لزوجات إن بات عند بالهن بقرة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض. هذا قسم واجب لزوجات، لزوجات زوجة يعني زوجة حقيقية، ليس من في حكمها من الرجعية. فإذا رجل عنده في عصمته امرأة زوجة وتحته رجعية لا يجب القسم بينهما، زوجة حقيقية. ثم زوجته ولو كانت إيماء كما سيأتي يعني تصريحه. ثم متى يجب هذا؟ إن بات عند بالهن، لو سكن عند بالهن يجب وإلا لا يجب. مثلا رجل تزوج أربعة ما بات عند أهله لا يجب عليه القسم، لو بات عند إحداهن بعد عقد النكاح يجب القسم والتسوية بين الآخرين بين أخرياتنا. إن بات عند بالهن، ثم هذا بات المبيت خاص بالليل، لكن هنا ليس هذا قيدا، بات بمعنى صار ليلا أو نهارا عند بالهن، هذا الرجل كان عند بالهن ليلا أو نهارا يجب عليه هكذا القسم. ثم أولا بات بقراءة وغيرها، سيأتي أنه يجب عليه القراءة، ثم يختار المبيت الأول ثم المبيت الثانية، هكذا أولا يجب عليه القراءة. ممكن هو بات بهذه القراءة على الوجه الشرعي أو خلافا لذلك بدون قراءة حسب اختياره أو مشيئته هو بات عند إحداهن، ولو كان هذا المبيت الأول بدون قراءة يعني فإن أثم وهو عاثم في هذا، مع ذلك يجب قسم لسائر زوجاتنا، فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض. يعني هذا معلوم، فيلزمه قسم لمن بقي منه، هذا معلوم مما سبق، لكن عاده لأجل ذكر هذه الغاية، ولو قام بهن عذر كمرض. مثلا امرأة زوجة من الزوجات مريضة لا يجب عليه يعني القسم معها أيضا، مبيت معها أيضا، أو هي حائض أو يعني نفساء أو حامل، أو هي لا تطيق الوطأ بسبب آخر، أو هي رتقاء أو قرناء، أيا كان يجب عليه هذا قسم، يعني مجرد مبيت، أما لا يراد منه الوطأ ومقدماته هكذا، بل يسكن معها، يبيت معها، يرقد معها في فراشها، هذا هو المراد بالقسم، هذا هو القدر الواجب
أما التسوية في سائر الحقوق ليس بواجب بل هذا سنة فقط كما سيأتي. وهذا المبيت هو الحق الواجب. ثم وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع. في سائر أنواع الاستمتاع. فإذا لو جامع إحداهن يجامع غيرهن غيرها إلى وكذلك لو قبل لو فعل كذا 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 كل يفعل بسائرهن سائر أنواع الاستمتاع. هذا سنة. ثم ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن. فإذا ممكن هذا رجل يميل قلبه إلى بعضهن وهذا لا يؤاخذ يعني لا يعذب عليه هذا ليس مخالفا للقسم الواجب. لذلك قال ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن وألا يعطلهن. هذا أيضا سنة. وألا يعطلهن بأن يبيت عندهن. أن يعطلهن معناه لا يبيت عند إحداهن. هذا هو صورة التعطيل. ممكن عند الرجل زوجة أو زوجات ثم هو يعني عقد النكاح فقط بعد ذلك لم يبت عند أحدهن لا يبت عند أحدهن بل يتركهن بدون سكون معهن ولو كانت واحدة أو أكثر من واحدة. وهذا خلاف السنة بل السنة ألا يعتلهن. عدم التعتيل صورته هذا بأن يبيت عندهن. نعم. ولا قسم بين إيماء يعني لا يجب القسم. ولا قسم بين إيماء. إيماء يعني ليس إيماء زوجات بل إيماء يعني مملوكة رجل أراد أن يتسرى بأمة أو تسرى بأمة هل يجب عليه أن يتسرى بسائر إمائه؟ هذا ليس بواجب. لو بات عند إحداهن إحدى المملوكات له لا يجب عليه أن يبيت مع سائرهن بل في المملوكات خيار أما في الزوجات ليس خيار بل يجب القسم. ولا يؤاخذ بمعانا لأن يبيت عندهن ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة لا إماء وزوجة يعني هذه أيضا إماء مملوكة أما زوجة حرة وأمة أو يعني رجل عنده أكثر من أمة واحدة يجب عليه يعني القسم قسم واجب. مثلا رجل أولا تزوج أمة عند استيفاء هذه الشروط الثلاثة السابقة لنكاح الأمة هكذا نكح أمة ثم بعد ذلك صار موسرا تزوج حرة يجب عليه القسم بين هذه الحرة وبين هذه الأمة لكن في القدر تفاوت كما سيأتينا. هذه ما يعني مملوكة. وإذا رجل عنده زوجة أو زوجات وعنده إماء مملوكة هل يجب عليه القسم بين هذه الزوجة ولا مثلا؟ ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف هذا واجب. معاشرة بالمعروف كيف يكون هذا معاشرة بالمعروف؟ بالمعروف بأن يمتنع كل ما يكرهه صاحبه هذا هو المعروف. معاشرة بالمعروف بأن يمتنع كل ما يكرهه صاحبه ويؤدي إليه حقه مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مهنة وكلفة في ذلك. نعم. يؤدي كل حق صاحبه كيف يؤدي؟ مع الرضا يعني بدون كراهة ولا مشقة يؤدي الحق مع الرضا وتلاقة الوجه أيضا يعني هذا واجب. نعم.
तलाकतुल वजी सुन्नत लेकिन होना वाजिब मार रला व तलाकतुल वजी आ मिन गैर अन युहविजहु इला मौनत व कुल्फत आ कुल ला युहविजु साहिबहु इला मौनत व कुल्फत फी ذلك मानाहु आ फिल इंतिनाय व लदाय इंतिनाय कुल अम्मा यकरहु साहिबहु फकذلك आदाव कुल إلى آخر حقه مع الرضا وطلاقة الوجه فإذا في هذا الامتناع والأداء لا يؤدي إلى مشقة ومونة هذا واجب نعم ثم يجب قسم لزوجات غير ناشزة إذا هذا غير ناشزة صفة لزوجات غير ناشزة هذا هو المتن إذا في الشرح غير معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة بها وتغيرة لا تطيق الوطأ وناشزة غير معتدة عن وطئ شبهة فإذا في الحقيقة هذه مرأة زوجة رجل لكن هي وطئت بشبهة وبعد ذلك حتى تنغلي عدتها لا يجوز له الخلوة بها هذا الذي قال لتحريم الخلوة بها فإذا لا يجب القسم وصغيرة لو كانت إحدى زوجاته صغيرة صغيرة لا تطيق الوطأ فلا يجب عليه القسم معها وناشزة أي خارجة عن طاعته هذا معنى النشوز خروج عن طاعته ومعنى خروج عن طاعته لا يلزم خروجها من السكنة التي أسكنها فيها لا يجب هذا الخروج من المسكن بل يكفي هذا الامتناع من التمتع أيضا خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله هكذا إما خرج من منزله معناه من منزل أسكنها فيه هذا معنى رضي بسكونها فيه ممكن يكون المنزل منزل أبيها يكون في بعض البلاد هكذا عادة المرأة بعد الزواج أيضا تسكن في بيت أبيها فإذا هذا هو المراد بالمنزل هنا لأن تخرج بغير إذنه من منزله هذا يكفي الخروج لا يحتاج إلى السفر السفر يعني الخروج إلى الذهاب إلى خارج سور البلد أما الخروج إلى بيوت صاحباتها أو أقاربها أو جيرانها لو لم يكن قريبا الذي يعتبر عادة إلى الإذن فهذا يجب الإذن وإلا يكون تكون ناشزة أو تمنعه من التمتع إما هكذا خرجت أو منعته من التمتع من التمتع بها التمتع لا يراد منه الوطو نفسه بل لو كان مثل قبلة ذكر في التحفة ولو بناهل قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه هذا امتناع يعتبر نشوزا لو لم يكن لها عذر لو كان لها عذر فلا يعتبر نشوزا فإذا رجل أراد أن يقبلها فامتنعت هذا يعتبر يعني نشوزا لو لم يكن لها عذر ثم ممكن مع منعها منه من التمتع مكنته من الجماع فهذا لا يغني عن الامتناع أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة ممكن هي أغلقت الباب في وجهه يعني عندما أراد الخروج الدخول عليها هي أغلقت الباب هذا يعتبر نشوز فإذا ضربها له أو شتمها له هل يعتبر نشوزا
لا يعتبر هذا نشوزا. هنا كتب علي الشبرام اللي خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا. ممكن المرأة تضرب زوجها وربت زوجها أو شتمت زوجها وهذا الشتم والضرب لا يعتبر نشوزا. ولو مجنونة كانت ناشزة وغير مسافرة وحدها لحاجتها. وغير مسافرة وحدها لحاجتها هذا عتفن على قوله غير معتدة. قسم لزوجات غير معتدة غير ناشزة غير مسافرة وحدها لحاجتها. إذن هي سافرت وحدها لحاجتها. ممكن هو سافر معها لحاجتها سافرت، لكن زوجها سافر معها فلا يسقط القسم. أو هي سافرت لحاجته، هي سافرت وحدها لكن لحاجة الزوج، عندئذ أيضا لا يسقط. نعم. ولو بإذنه، لو كان بإذنه هذا السفر، سفرها وحدها لحاجتها يسقط القسم، فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. نعم. عند السفر وفي مثل هذه الحالات كلها لا يجب لها نفقة عليه. نعم. فرم. قال اللذراوي رحمه الله نقلا من تجزئة الرويان ولو لهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه. هكذا ذكر يعني الإمام الزراوي نقلا عن الرويان كتابه تجزئة. نعم. ولو لهر زناها هذا زوج لهر لها له زناها حل له منع قسمها وحقوقها أيضا حقوق يعني النفقة والكسوة والسكنة هكذا. لماذا؟ لتفتدي منه هذا افتداء بمعنى الخلع بالمال. فإذا عندما تتضرر هكذا هي تطلب الخلع منه ببدل المال يجوز. هكذا قال الإمام اللذراوي والرويان نص عليه باللمي هكذا قال وهو أصح القولين. نفى عليه باللم وهو أصح القولين يعني للإمام الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة قولان ما هو الأصح؟ أصح هذا. عندها قال شيخنا وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة لها لتلتيخ فراشه. تلتيخ يعني تلويث فراشه بزناها. تلتيخ فراشه ما المراد بالفراش؟ المراد بفراشه يعني بلوعها فرجها. فإذا عندما زنت كأنها لاتخت لبست فراشه يجري ذلك معاقبة لها يجوز له ذلك باطنا. هنا ذكر علي ذكر في التحفة بغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها. يعني هذا ظهر زناها متى ظهر زناها متى كان الزنا في عصمة هذا الرجل يعني بعد نكاحه إياها. ممكن هي زنت قبل النكاح ثم تزوج وبعد ذلك ظهر له زناها قبل النكاح هذا لا يجوز. هكذا كتب في التحفة. ثم كتب هناك علي شبرام الذي قوله لا قبلها أي فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد. نعم. أضاف الشرواني قوله وقضية التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العقد وإلا فيجري به الخلاف أيضا فليراجع. فإذا كان عالما وقت العقد لأنها زانية زنت فلا يجوز له بعد العقد
هذه الأمور يعني قطع الحقوق وأن القسم ليس بجائز. أما لو لم يعلم ذلك وقت عقده بل بعد ذلك علم يأتي هناك الخلاف. ثم وهو ظاهر للنراد. ثم أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة. في الظاهر دعواه دعوى الزوج عليها ذلك بظهور الزنا غير مقبولة عند القاضي، بل يجب عليه إثبات ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر. دعواه غير مقبولة ما معناه دعواه غير مقبولة؟ يعني في إسقاط القسم وإسقاط حقوقها، بل يجبر القاضي ويأمره بأداء القسم والحقوق إليها ولو ثبت الزنا أيضا. يعني هذا الذي يذكر بعده، ولو ثبت الزنا لا يجوز للقاضي أن يمكن الزوجة من ذلك، من ذلك يعني من ترك القسم والحقوق فيما يظهر. أما دعواه غير مقبول هذا مسألة أخرى في سيأتي في باب اللعان. هذا بدون أربعة من الشهود. لو قذف الزوج زوجة رجل زوجته بالزنا يجب عليه اللعان كذا 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 مسائل، هذا سيأتي في باب الحدودنا. أما ما ذكر هنا بالنسبة إلى منع القسم والحقوق فقط. وله ويل الزوج دخول في ليل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة. ذكرنا يعني هذا قسم واجب، هذا قسم أصالة متى يكون في الليل. فإذا هل يجوز له أن يدخل عند على غيرها؟ لا يجوز. يجوز في الليل لضرورة، يجوز في النهار لحاجة، هكذا يجوز بقيود سيتفتت. وله ويل للزوج دخول في ليل لواحدة، ليل لواحدة، هذا لواحدة صفة لليل. فإذا هذه الليلة حق لامرأة واحدة من نسائه وزوجاته. فإذا مثلا هذا ليلة الجمعة، يعني يوم الجمعة تماما حق لواحدة منهن، هل يجوز له أن يدخل فيها على غيرها؟ نعم يجوز. هذا الذي يقول في ليل لواحدة، هذه الليلة لواحدة من زوجاته، يجوز أن يدخل على زوجة أخرى. لماذا؟ لضرورة لا لغيرها، كما رضيها المخوف ولو ظنا. فإذا هذا مر المخوف، هذه هي الضرورة. إذا ليس هذا عيادة المرض، ممكن هي مريضة أراد عيادتها، لا يجوز بالليل. هذا عيادة المرض من الحاجة ليست من الضرورة. ذكر هنا كمرضها وشدة الطلق وخوف النهب والحريق، هكذا ذكر في المغني. هذه ضرورات، ممكن شدة مجرد طلق، لا شدة الطلق، يعني بلغه خبر أنها يعني بدأت شدة طلقها عندئذ يجوز له. كذلك خوف النهب أو حريق، كل هذا من الضرورات. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله ولو ظنا أو احتمالا فيجوز دخوله ليتبين الحال لعذره، هكذا نقل عن الغزالي رحمه الله في شرح المن. قوله ليتبين الحال أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف، هذا هو الذي يريد أن يعلم. نعم. ثم وله دخول في نهار، يعني في نهار لواحدة لحاجة،
هل يجب عليه قضاء الجماع؟ لا يجب عليه قضاء الجماع والوطي. لماذا؟ لتعلقه، لتعلق الوطي بالنشاط والشهوة كذا كذا. فإذا لا يمكن إيجابه، بل يقضي زمنه فقط إن طال عرفا. زمنه يعني زمن الوطي. واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر. ثم فيما بعد يبين يعني أوقات مقدار القسم، ثم كيف يقدر كم مقداره، هذا الذي يبين فيما بعد. واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر. نعم. واعلم أن أقل القسم ليلة لكل واحدة، هذا أقل. الليلة يعني هي الأصل في القسم كما سيأتي. ثم لذلك هو قال ليلة لكل واحدة. ثم تبعا يكون النهار. أو ينقص الأصل يكون النهار والليل تابع هكذا أيضا يتغير. وهي من الغروب إلى الفجر. الليلة فسرها المصنف بهذا التفسير من الغروب إلى الفجر. لماذا؟ في الشرع الليلة لها معنيان، من الغروب إلى الفجر، كذلك من الغروب إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس، أما هنا إلى الفجر فقط. بالنسبة إلى الصوم الليل كذا هكذا، من الغروب إلى الفجر، ثم من الفجر إلى الغروب نهارا هكذا. وأكثره ثلاثا فلا يجوز أكثر منها. أقل واحدة فإذا لكل واحدة، فإذا لو كان عند رجل تحت عصمته ثلاث نسوة، فإذا يعين كل ليلة عند إحداهن هكذا، أو ليلتين يعني يجمع بين ليلتين يسكن فيهما ما إحداهن، ثم ينتقل إلى الأخرى، ثم ينتقل إلى ثالثة، ثم يدور هكذا. فإذا أكثره ثلاث. فلا يجوز أكثر منها. وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن، فهذا تقدير شرعي. فإذا لو رضيت إحداهن بأكثر من ثلاث، مثلا هو أن يسكن عند إحداهن أسبوع أو شهرا أو سنة، ثم ينتقل للأخرى يسكن معها سنة، ثم إلى ينتقل إلى الثالثة يسكن معها سنة، لو كان برضاهن فلا بأس، وإلا لا يجوز. نعم. هذا أكثر ثلاث. إذا لو زاد على ثلاث بدون رضاهن يعصمه. نعم. ممكنهن متفرقات في البلاد، بينهن مسافة بعيدة، ومع ذلك لا يجوز. نعم. وعليه يحمل قول الأم يقسم مشاهرة ومسانهة. الإمام الشافعي رضي الله عنه ذكر في كتابه الأمة ماذا يقسم، يعني يفعل القسم، يبيت عند كل واحدة منهن مشاهرة معناه شهرا شهرا، مسانهة سنة سنة، وهذا مقيد برضاهن، وعليه يعني على رضاهن يفعل هكذا، بدون رضاهن لا يفعل هكذا، بل أكثر ثلاثة أيام. ويجوز لإحداهن أن يترك قسمها لأخراها أيضا فلا بأس، أو هكذا تقليل أو تطويل المدة،
كل في خيارهن لأنها حقهن والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع ثم والأصل فيه هذا تفصيل في قوله ليلة لكل واحدة أن يكون بعض الرجال عندهم العمل في الليل فإذا لو كان هذا مدة القسم ليلة هو يتضرر فإذا لذلك هو ذكر هذا التفصيل والأصل فيه الأصل في القسم لمن لرجل عمله نهارا الليل عمله نهارا فإذا الليل الأصل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبعا تبع فإذا ذكرنا مسألة فيما سبق هل يجب التسوية في الإقامة في غير الأصل لا يجب التسوية هكذا ذكرنا فإذا المراد بالأصل هكذا من عمله نهارا الليل أصل ثم النهار الليل أصل فإذا النهار قبله وبعده تبع ما هو أولى النهار بعده وهنا ذكر في المنهج فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله في المنهج نعم فإن عمل ليلا يعني رجل عمله ليلا مثلا حارس لبنية أو يعني إدارته مكتبه يعمل في الليل أو يعني هو رجل سائق يسوق السيارة أو الشاحنة هكذا في الليل هكذا الناس يعملون كثيرا في الليل إذن ثم يسكن نهارا يترك لا يكون عنده عمل في النهار كحارث فعكسه يعني الأصل في القسم بالنسبة إلى هذا الرجل النهار ثم الليل تابع نعم فإذا يكون النهار يعني من الفجر إلى الغروب من الفجر إلى الغروب لماذا؟ هذا ليل ونهار ليس هناك واسطة ذلك ذكرنا الليل وهي من الغروب إلى الفجر إذا من الفجر إلى الغروب النهار نعم ثم ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة نعم ثم لو كان عند رجل أمة وحرة كما ذكرنا فيما سبق يعني فيما مضى ذكر أن القسم واجب بين الزوجات لا يجب بين الزوجات والإماء أو بين الإماء أنا فسرت هناك أن المراد بالإماء المملوكات ليس الإماء المتزوجات فهذا أمة متزوجة رجل تحته حرة وأمة متزوجة مثلا هو أولا تزوج أمة بشروطه ثم بعد ذلك تزوج حرة فإذا يجب عليه القسم بينهما بين الحرة والأمة فهذه الحرة لها ليلتان وللأمة ليلة واحدة هكذا ينتصف قدر القسم بالنسبة للأمة ثم سلمت له ليلا ونهارا ليلة ثم في هذه اللمة قيد سلمت له يعني مولاها سلمها إلى زوجها ليلا ونهارا لخدمة الزوج يعني اللمة عندما تتزوج عندما تزوج يمكن يسلمها مولاها لأوقات معينة فقط مثلا لثلاث ساعات أو أربع ساعات أو من الصباح إلى الظهر أو من الظهر إلى المغرب
او في النهار تماما عند الزوج ثم في الليل عند المولى ان يكون عليها خدمتان خدمه المولى وخدمه الزوج فاذا لو سلمت تماما لزوجها سلمها مولاها تماما لزوجها عندئذ هكذا يكون ليلة تامة ثم ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة ثم كيف يبدأ هذا رجل عنده امرأتان أو ثلاثة أو أربعة هكذا فإذا بمن منهن يبدأ قسمه يبدأ القسم بقرعة إذا هل يجب القرعة في كل دورة لا بل يعني في الدورة الأولى فقط ذكر هنا في شرح المنهج فإذا خرجت القرعة لواحدة منهن بدأ بها وبعد تمام نوبتها أن يقرع بين الباقيات فإذا أولا قرعت ثم خرجت قرعة إحداهن فإذا يسكن عندها في الليلة الأولى يعني في اليوم الأول ثم بعد ذلك يقرع مرة ثانية متى هذا لو كان عنده ثلاثة أو أربعة لو كان عنده اثنتان فقط يكفي بهذه القرعة لو كان عنده ثلاثة أو أربعة فبعد نوبة الأولى بالقرعة يقرع مرة ثانية بين الباقيات ثم بين الأخيرتين لو كان عندها أربعة فبعد الثالثة بعد النوبة للثانية يقرع قرعة ثالثة هذا بين الأخيرتين فإذا تمت عن نوبنا راى الترتيب فلا يحتاج الى اعاده القراءة هكذا يراعي هذا الترتيب الاول يعني الترتيب الذي خرج في القراءة هكذا يعني لا حاجة في كل نوبة دورة قراءة بل مرة واحدة ثم ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث مثلا هذا الرجل تزوج امرأة وكانت عنده أخرى فإذا هذه جديدة الأخرى قديمة فإذا هل بينهما من تفاوت في القسم؟ نعم تفاوت لمدة أسبوع أو لمدة ثلاث فقط وبعد هذه المدة تستبيان نعم ولجديدة نكحها وفي عصمته زوجة هكذا هو تزوج فإذا ولجديدة نكحها معنى الجديدة هذا ولجديدة نكحها وفي عصمته زوجة هذا معنى الجديدة فأكثر وفي عصمته زوجة أو أكثر كم كان لا بأس إما كان في عصمته تحته زوجتان أو ثلاثة ثم تزوج أخرى فهذه جديدة بكر وهذه الجديدة لو كان بكرا سبع من الأيام يقيمها عندها متوالية وجوبا هذا واجب لهذه البكر سبعة أيام واجبان لا يخرج في هذه الأيام إلى غيرها ثم بعد تمام هذه الأيام السبعة هو يقرع ثم بعد ذلك يعين لكل واحدة منهن يوما أو يومين أو ثلاثة أيام لو أراد أن يزيد على الثلاثة يحصل رضاهن ثم يزيد ولجديدة ثيب يعني هذه الجديدة لو كانت ثيبا ثلاثة أيام بلا قضاء هذا هو المهم بلا قضاء يعني ليس معناه أنه يبيت من ذلك الوقت سبعا هكذا عند كل واحدة منه ليس هذا معناه كذلك
அதீத்து இந்த குல்லி வாஹிதத்து மின்ன தலாதத்தையாம் 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 ஆக்கலாலா பல் அதீத்து மாஹுன்ன மா ஹாதிஹில் ஜதீது இம்மா சப அவ சலாத் சும்மா பயந்த தாலிக்க லி குல்லி நவபத்துஹு நவபத்துஹா நவ வலவு அமத்தன் முந்தின் ஹாதிஹி அல் ஜதீதத்து ஆ வலவுக்கானத் அமத்தன் நவ ஃபீஹிமா அனி فرق هنا بين البكر والطيب لم يفرق بين الحرة والأمت لماذا الحرة والأمت هنا سواء فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم سبع للبكر وثلاث للطيب هكذا ذكره ويسن تخير الطيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء للاتباع يسن تخير الطيب فإذا لو تزوج طيبا وفي عصمته أخرى فإذا يكون لها ثلاثة أيام واجب لكن هي تخير بين ثلاث بلا قضاء هذه ثلاثة لا تقضى أو يعني هو يجوز له أن يسكن عند هذا الطيب سبعة أيام لكن لو سكن عندها ثلاثة سبعة أيام يجب القضاء فإذا كم يقضي؟ هل يقضي أربعة أو سبعة؟ يقضي سبعة فإذا يسكن عند هذا السيد سبعة أيام ثم بعد ذلك عند أخرى يعني القديمة يسكن عندها سبعة ثم سبع ثم سبع هكذا عند القديمات هكذا يقضي سبع أو يعني ثلاثة هكذا تخير المرأة يعني الجديدة السيد للاتباع نعم الاتباع ورد في حق أم سلمة رضي الله نعم عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أخيرها كما ورد في الحديث فإذا وسبع بقضاء هكذا ذكر فإذا لو كان بين الثلاث والسبع كم يقضي؟ لو كان سبع فيقضي السبع تماما وأما إذا زادها دون السبع فيقضي الزائد فقط هكذا ذكر في الشرقات فإذا يقضي الكل متى لو زاد لو يعني كان سبع فإذا لو كان ما بين الثلاث والسبع يقضي ما زاد على الثلاث فقط نعم تنبيه يجب عند الشيخين وإن قال الأزرعي كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنازة وهذه مدة الزفاف يعني ثلاثة أيام للسيب وسبعة أيام للبكر وهذه المدة تسمى بمدة الزفاف فإذا هل يخرج للجماعة وكذلك هل يخرج لتشييع الجنائز ولعيادة المرضى وكذا 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 من حقوق المسلمين بعضهم على بعض هل يخرج أو لا يخرج هذا الرجل؟ يجب عند الشيخين فإن طال الأزرعي فإن طال الأزرعي كالزركشي في رده ماذا قال الشيخان يجب أن يتخلف ليالي مدة الزفاف يتخلف فإذا لا يذهب أن أي شيء يتخلف ويتأخر عن نحو الخروج للجماعة فإذا لا يذهب للجماعة الجماعة المندوبة نعم فإذا الجماعة الواجبة هي جماعة الجمعة للجمعة يذهب أما للجماعة المندوبة لا يذهب
ثم وتشيع الجنائز كذلك إيادة المريض كذا 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 يترك كل شيء ويمكث مع زوجته وهكذا ذكر الشيخان وأن يسبي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك وعدمه إذن هكذا لو خرج ينبغي التسوية في الخروج وعدمه إلى أن يسوي ليالي القسم بينهن قسم بينهن بينهن يتعلق بالقسم التسوية في أي شيء في الخروج لذلك وعدمه فإذا لو خرج عند واحدة ما يخرج عند الجميع لو لم يخرج عند واحدة لا يجوز له أن يخرج من عند غيرها أيضا هكذا التسوية فيلزم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك معناه لنحو جماعة يعني حقوق بين المسلمين المندوبة لأجل ذلك مما هو مندوب لو لم يخرج ليلة لا يخرج مثلا لو خرج يخرج جميعا هكذا إذن هذا واجب هكذا ذكر الشيخان الشيخان قال التخلف واجب هنا ثم مسائل النشوز وعلى وهجر مضجعا وضربها بنشوز معنى النشوز ذكرناه ما هو عدم الطاعة هو النشوز فإذا وبعل زوجته من يعلو يعني الزوج يعلو يذكر الوعل والنصيحة هكذا يرغب في ثواب الله تعالى لأجل طاعتها لزوجها فكذلك يرحب ترهيب يرحبها من عدم طاعتها لزوجها لو لم تطع المرأة لزوجها تعاقب عند الله تعالى فإذا هو يذكرها هذا الوعظ والنصيحة يعني الأمور المرغبة في طاعة الزوج وكذلك الأمور المرغبة عن عدم طاعة زوجها هكذا ندبا هذا وعد مندوب لأجل خوف وقوع نشوز منها متى يعلو لأجل خوف لو خاف وقوع نشوز منها فإذا هذا الوعد ليس بعد النشوز بل لو خاف وقوع نشوز منها كيف بظهور علاماته أماراته ظهرت منه أمارات النشوز وعلاماته عندئذ يعلوها هذا هو كالإعراض ثم يذكر هذا العلامة كالإعراض هي تعرض عنه عن زوجها والعبوس عبوسان هذا تغير الوجه نعم تغير الوجه بالكراهية والنفرة هذا هو العبوس بعد الإقبال وطلاقة الوجه الإعراض متى بعد الإقبال العبوس بعد طلاقة الوجه أولا كانت ينبسط وجهها عندما تراه هكذا كان عادتها ثم بعد ذلك وقتا أو في بعض الأوقات يعني رآها ينقبض وجهها لا ينبسط هذا هو العبوس أو يعني كانت تقبل عليه كثيرا بالكلام والخدمة والمجاملة هكذا كانت فإذا في بعض الأحيان ومرة هي لا تقبل عليه بل تعرض عنه يعني لا تتحدث معه أو لا تخدمه لا تأتي بك بحوائجه هكذا إعراض ظهرا عندئذ ماذا يفعل؟ وهو يعلوه والكلام الخشن بعد لينه هذا مثال آخر أولا
കാന കലാമുഹു കലാമുഹാ ലയ്യനന്മാഹോ ഉമ്മ ബാദദാലിക ഫാറ കലാമുഹു ഖശിനൻ നോ ലഹറത്തിൽ ഖുശൂനത്തു ഫീ കലാമിഹാ ثم ذكر هنا أن الإعراض بعد الإقبال العبوس بعد طلاقة الوجه الكلام الخشن بعد لينه فإذا لم يكن هذه الأمور بعد هذه الأمور بل يعني هذا دائما خلقها دائما هذا خلقها يعني الإعراض يعني هي لا تهتم بأمور الزوج وخدماته ولا تقبل عليه بالكلام واللحك والمزاح والمجاملة هكذا بل هي يعني كأنها امرأة جامدة هكذا أو هي لا تضحك في وجهه لا تبتسم هكذا أو يعني دائما كلامها خشن ليس فيه لين لو كان هكذا لا يعتبر هذا الإعراض هو العبوس والكلام الخشن من علامات النشوز بل ما هي علامات النشوز بالنسبة إلى حق هذه المرأة هذا يعني زيادة هذه الأمور يعني هي دائما معرضة يكون هناك يعني بعض الناس هكذا بعض النساء دائما معرضة فإذا لو زاد إعراضها يعتبر هذا من علامات النشوز أو يعني كلامها خشن دائما فإذا خشونة في كلامها لا تعتبر أمارات من أمارات النشوز إذا لو زادت خشونتها خشونة كلامها يعتبر من علامات النشوز عندئذ يعالها وينصح لها نعم ثم وحجر إن شاء مرجعا هذا الوعد يعني مندوب ثم وحجر متى هذا الهجر إذا تحقق النشوز يعني أولا ظهر منها علامات النشوز فوعدها ونصحها هكذا لكن لم ينجح هذا الوعد بل هي نشزت تحقق منها النشوز عندئذ ماذا يفعل حجر يعني ترك يترك المضجع معها هذا ليس بمندوب إذن بل هذا مباح لذلك قال إن شاء حجر إن شاء مضجعا يعني يهجرها في مضجعها ومع ذلك أيضا يعلها مع والها إذن يعلها دائما 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 ومع ذلك يهجر مضجعها ومعنى المضجع مضجع أو مضجيع بفتح الجيم وكسرها الوطئ أو الفراش هكذا ذكر الإمام الرملي هجر مضجعا يعني هجر وطئها أو هجر فراشها سبق أن ذكرنا أن الزوجين ماذا يتخذان فراشا واحدا يلجعان في فراش واحد وهذا من المندوبات كما سبق فإذا وهو يهجر الرقود معها في فراشها أو يرقد معها لكن لا يتوها يرقد معها لكن لا يتوها أو يفعل كليهما هذا كل لو شاء لا في الكلام هل يهجرها في الكلام لا يهجرها في الكلام الناس يعني ينكسون الناس يهجرون في الكلام لا يهجرون في المضجع هكذا ينكسون لهم ليس كذلك بل ينبغي أن يهجروا مضجعا وطئا أو فراشا لا يهجروها في الكلام لماذا بل يكره فيه يعني الهجر في الكلام مكروه ثم هذا أصالة لو كان أقل بثلاثة من ثلاثة أيام هجر في الكلام لو كان بأقل من ثلاثة أيام يكره أما الهجر في الكلام
بأكثر من ثلاثة أيام فهو حرام. هذا الذي يذكر بعده. ويحرم الهجر به، به يعني بالكلام، ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام للخبر الصحيح. نعم. نعم، إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جازا. فإذا بدون هذه النية لا يجوز، لو كان بهذه النية يجوز لا يحرم فلا يكره. إذا ثم هذا فوق ثلاثة أيام ولو لغير الزوجة، يستثنى من هذا الغير الأبوان. فإذا لا يجوز الهجر بالكلام لأبوين ولو لحظة، ولو لحظة، هذا في حق الزوجين، في حق الأبوين الوالدين، لا يهجر ولو لحظة. هذا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذا بالنسبة إلى غير الوالدين، أما في حق الوالدين لا يهجر ولو لحظة، هذا حراما بل هو كبيرة. ثم وهنا جائز يعني لأجل نية إصلاح دينها. لماذا؟ وذاك الهجر كهجر الفاسق والمبتدع. وهنا كتب في فتح الجواد: ومن ثم جوزوا هجر النحو مبتدع وفاسق. يعني المسلم المؤمن يهجر الفاسق والمبتدع بكلامهما وبالكلام يهجر ولو أكثر من ثلاثة أيام، ولو غير متجاهر. الفاسق ليس متجاهر بفسقه، ومع ذلك يهجره فوق ثلاثة أيام. ويفسد صلاح دين الهاجر أو المهجور. ثم ماذا ينوي؟ هو ينوي بهذا الهجر عندما يهجر الكلام مع المبتدع والفاسق أن يصلح دين المهجور. ممكن بهذا الزجر والهجر هو يرجع من فسقه ويرجع من بدايته. لو لم يرجع من فسقه وبدايته ماذا ينوي؟ ينوي صلاح دين نفسه. لماذا؟ لو لم يهجر الكلام معه بل يتحدث معه، يصاحبه، كذا كذا، عندئذ ممكن يفسد دينه أيضا. فهذا الرجل كان دينه صالحا، ثم بعد ذلك بسبب عدم هجره بالمبتدع والفاسق بالكلام بل يصاحبه، عندئذ منكر يتأثر بفسقه أو يتأثر ببدعته، لأجل ذلك يهجر. فإذا بهذا الهجر ينوي ماذا ينوي؟ إما صلاح دين الهاجر أو المهجور أو دينهما. عندئذ يجوز. ثم وضربها جوازا، هذا الضرب أيضا جائز. فإذا عندما لا من وقت ظهور علامات النشوز يبدأ الوعظ، ثم بعد ذلك هكذا يعلو 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 ثم يهجر المرجع، لو لم يؤثر هذا الهجر يضربها جائزا، وهذا الضرب أيضا ليس بمندوب. ثم في هذا الضرب قيود، هذا الذي قال ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه. فإذا متى يجوز له الضرب؟ إن أفاد الضرب في ظنه، وهو يظن أن الضرب يفيده في النشوز، يعني في ترك النشوز. هكذا ينبغي أولا الظن، ثم أين يضرب؟
ينبغي أن يظن أن الضرب يفيد في نجوزها في تركها نجوزها ثم ينبغي أن لا يضرب على وجه وعلى مفصل ثم ينبغي أن يكون الضرب غير مدمن مدمن يعني مخرج للدم لا يخرج الدم يعني لا يجرح الجلد لو جرح الجلد يخرج الدم فإذا هكذا لا يدمي لا يخرج الدم كذلك ينبغي أن يكون غير مبرح فإذا ما معنى غير مبرح ذكر بعده لا مدمن فإذا المبرح ليس مدمن بل غيره المبرح ليس مدمن لذلك فسر العلماء هذا المبرح وهو ما يعظم ألمه عرفا هكذا ذكر الحلبي نقل عنه البجيري ما يعظم ألمه عرفا يقال مبرح فإذا ينبغي ألا يعظم ألم هذا الضرب عرفا ذكر في التحفة تفسير آخر بأن يخشى منه مبيح تيمم متى يكون مبرح لو يخشى منه مبيح تيمم فإذا ما يخشى منه مبيح تيمم فهو مبرح تفسير قريب لا بس ثم ذكر المصنف غاية لهذا الضرب ولو بصوت وعصا يعني في الآلة ليس شرط بل ما يستعمل للضرب أيا كان هكذا ذكر أولا لكن هناك فيه خلاف هذا الذي يذكر بعده لكن نقل الروياني رحمه الله تعينه بيده أو بمنديل يضرب بأي شيء إما بمنديل أو بيده فقط معناه لا يضرب بصوت ولا عصا منديل ليس يعني معينا بل ثوب أي ثوب كان بنشوز فإذا هاجر موضئا وضربها بنشوز أما الوعظ بظهور علامات أي بسببه نشوز أي بسببه وإن لم يتكرر يعني سبب النشوز لم يتكرر بل نشزت مرة واحدة يجوز له هاجرها في مضجعها يجوز له ضربها هكذا خلافا للمحرر لكن ذكر الإمام الرافعي رحمه الله في المحرر أن هذا يجوز لو تكرر النشوز وإلا لا يجوز ثم ويسقط بذلك القسم بهذا النشوز يسقط القسم وكذلك يسقط النفقة أيضا والكسوة أيضا هكذا ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ومنه يعني من النشوز امتناعهن يعني لو كان عنده
إن عذرت بنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لمن تلزمها إجابته نعم لم تلزمها إجابته نعم ومثل هذه الأعذار لا تعتبر يعني هذا شغلها لحاجتها كذا كذا أما لو كانت مريضة إندنات لأجل هذا المرض بنحو مرض ما هو النحو مثلا المطر أو يعني الوحل هكذا يعني بسبب المطر هي إندنات ممكن في بلده موسم المطر فإذا هي تتضرر بالبرد لأجل ذلك إندنات هكذا أو على اللكس يعني حرارة لأجل الحرارة عذرت أو كانت ذات قدر ذات قدر يعني ذات شرف هي ذات شرف وخفر خفر يعني الحياء هي لها حياء الحياء يعني خلق المرأة الطبيعي فإذا هي متصفة بهذا الخلق الحسن الحياء من شعبة الإيمان كما ورد في الحديث فإذا هي هكذا متصفة بهذا الحياء لأجل ذلك لا تخرج من بيتها أو هي ذات شرف لا يليق بها أن تخرج من بيتها فإذا عدم ثم ذكر لم تعتد البروز بروز يعني الخروج فإذا هذا الحياء يقتضي وهذا الفضل يقتضي عدم الخروج هي ما كان من عادتها فإذا عدم خروج المرأة من بيتها من فضلها وشرفها المرأة لا تخرج من بيتها هذا من فضلها وشرفها حتى يعتبر هذا عذرا فيما في عدم إطاعة زوجها في امتناع طلب زوجها لم تلزمها إجابته فعليه أن يقسم لها في بيتها فإذا لو كانت معذورة لا يسقط القسم لها فكيف يؤدي هذا الرجل القسم لها يعني هو يذهب إلى بيتها ويقضي هناك ويؤدي القسم لها في بيتها نعم ثم ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له ممكن المرأة تشتم زوجها
فماذا يفعل؟ يجوز له أن يؤدبها. كيف يؤدب؟ أولا يعني بالنصيحة، ثم ثانيا بالهجر في المضجع، ثم ثالثا بالضرب. كل هذا جائز. ثم تتمة. يعصي بالطلاق من لم يستوفي حقها بعد حضور وقته فإن كان الطلاق رجعيا. يعني الرجل يعصي ويأثم في أي شيء بطلاق من لم يستوفي حقها، يعني الرجل عنده أكثر من زوجة، فإذا جاء لإحداهن نوبتها في القسم بعد أن جاء نوبتها لم يستوفي حقها بدون ذلك طلقها وهو عاص، يعني نظيره الطلاق في وقت الحيل، طلاق الحيل حرام، كذلك هنا يعصي ويثم بعد حضور وقته، بعد حضور وقت حقها بدون استيفاء هذا الحق من القسم يعصي به. فإن كان الطلاق رجعيا، يمكن يكون الطلاق رجعيا، لكن ومع ذلك يثم. قال ابن الرفاعة رحمه الله: ما لم بسؤالها، ما لم يكن بسؤالها، هكذا ذكر الإمام ابن الرفاعة رحمه الله. يعني لو كان طلاقها قبل استيفاء حقها بعد حضور وقته، لو كان هذا الطلاق بسؤالها لا يلزم ولا يعصي، وإلا يلزم ويعصي بالطلاق. هكذا مسائل القسم والنشوز.